يعني الصورة هنا وسط قطاع غزة لا تختلف كثيرا عما يدور في باقي محافظات القطاع، لكن هنا المشهد أكثر دموية حيث الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة إسرائيلية بحق عائلة خطاب، هذه العائلة الآمنة التي كانت يعني تتواجد في إحدى المنازل في منطقة دير البلح وكانت تأوي أيضا عدد من النازحين. عدد من الشهداء وصل هنا لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، إضافة لعدد من المصابين بفعل هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المنزل في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. أكثر من 40 شهيد متواجد كان منذ ساعات صباح هذا اليوم داخل مستشفى شهداء الأقصى من أكثر من استهداف، نتحدث عن غارة أو استهداف منزل يعود لعائلة خطاب، إضافة ليعني نقل عدد من الشهداء من أسفل منزل أيضا آخر يعود لعائلة لنويري في منطقة مخيم النصيرات وأيضا عائلة فرج الله، وأيضا وصول 6 من الشهداء بعد استهداف سيارة مدنية قبل أقل من ساعة ونصف من الآن قرب شارع أبو حسني على مدخل دير البلح على شارع صلاح الدين تحديدا وسط قطاع غزة. سيارات الإسعاف وصلت هنا لمستشفى شهداء الأقصى حاملة معها عدد من الشهداء وأيضا عدد من المصابين بعد هذه الغارة التي نفذت من قبل طائرة مروحية أطلقت صاروخ باتجاه هذه السيارة المدنية النازحة التي كانت تتجول على شارع صلاح الدين باتجاه منطقة معسكر دير البلح. بطبيعة الحال المشهد هنا منذ ساعات صباح هذا اليوم يعني حزين جدا، حيث مستشفى شهداء الأقصى منذ ساعات صباح هذا اليوم استفاق الناس هنا في هذا المستشفى على دموع الأمهات وكذلك قهر الرجال بفعل يعني عدد الشهداء الكبير الذي وصل هنا لمستشفى شهداء الأقصى، والمجزرة الإسرائيلية ارتكبت بحق عائلة خطاب وعائلة البغدادي وكذلك عائلات أخرى كانت تتواجد في هذا المنزل، وإضافة لوصول عدد من الشهداء من الأطفال يعني أصغرهم لا يتجاوز الشهرين وكذلك أكبرهم لا يتعدى 3 أعوام، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي استهدف هؤلاء النيام، هؤلاء الأطفال والنساء وهم داخل هذا المنزل، وهو يعلم جيدا بأن هذه المنازل الآمنة تأوي عدد كبير جدا من النازحين في ظل اشتداد عمليات القصف الإسرائيلي ونزوح العائلات الفلسطينية من جنوب القطاع للوسط وكذلك تجمع العائلات هنا في منطقة مخيم البريج والنصيرات ودير البلح لدى بعضهم البعض في ظل اشتداد عمليات القصف. بدأت مراسم الصلاة على جثامين ما يقارب 40 شهيد منذ ساعات صباح هذا اليوم، وتبدأ في هذه الأوقات مراسم نقل هذه الجثامين باتجاه المقابر الجماعية التي خصصت لدفن هؤلاء الشهداء سواء في البريج في دير البلح وأيضا في منطقة الزوايدة. عدد الشهداء لا يتوقف وسيل الدماء هو شاهد على جرائم هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب هذه المجازر الإسرائيلية. لم تكن عائلة البغدادي وعائلة خطاب هي الأولى، فمن قبلها عائلة جرمان وكذلك عائلة أبو حزين وأبو سعيد وكذلك عائلات أخرى حتى على صعيد عائلة خطاب. هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يستهدف هذه العائلة للمرة 5 والـ6 على التوالي، قبل أيام كان هناك عدة مجازر بحق هذه العائلة، ويعود مجددا هذا الاحتلال الإسرائيلي ويقصف هذه المنازل بشكل مباشر دون سابق إنذار، حتى كما اعتاد عليه الناس هنا في قطاع غزة أن تقوم طائرات مسيرة بإطلاق صاروخ استطلاع على منزل ومن ثم يتم إخلاء المنزل أو حتى من خلال الاتصال على المنازل. لكن منذ بداية الحرب على قطاع غزة اعتاد الاحتلال الإسرائيلي وتعمد على إيقاع أكبر عدد جدا من الشهداء والجرحى وفي المنازل التي تقصف وتتعرض لعملية القصف. هذا من جانب يعني الغارات الإسرائيلية وعدد الشهداء، لكن حدود وسط قطاع غزة منذ ساعات صباح هذا اليوم وتشهد قصف مدفعي متواصل إضافة لعمليات إطلاق نار مكثف من قبل الأبراج العسكرية وكذلك الدبابات الإسرائيلية المتواجدة شرق منطقة أبو هولي وأبو العجين، إضافة لسماع أصوات اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مبكرة من فجر هذا اليوم بعد أن تقدمت الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة ميناء خان يونس، وهي منطقة جغرافيا واقعة ما بين مدينة دير البلح وخان يونس، حيث هنا في الوسط استمعنا بشكل واضح لعمليات القصف المدفعي وكذلك الاشتباكات المسلحة ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أجبرتها بالفعل على الخروج من تلك المنطقة والانسحاب باتجاه مناطق والمواقع العسكرية التي تتواجد بها الدبابات الإسرائيلية، فيما عادت الحياة الطبيعية على شارع الرشيد الواصل ما بين مدينة دير البلح وكذلك محافظة خان يونس.
أعود بك هنا محمود إلى الأوضاع الإنسانية، أوضاع النازحين. يعني هنا أوضاع النازحين هي سيئة جدا بالحقيقة، في ظل اشتداد عمليات القصف الإسرائيلي ونزوح الأعداد الكبيرة من الناس هنا لمستشفى شهداء الأقصى للأراضي المجاورة، حتى باتت الأراضي وكذلك الشوارع المجاورة لمستشفى شهداء الأقصى هي ممتلئة جدا بالخيام، هي عائلات جاءت من خان يونس ورفح ومنهم من جاء من غزة وشمالها، إضافة لعائلات لم تستطيع الوصول لمنازلها في منطقة المغراقة وجحر الديك وكذلك منطقة نيت سريم، ما دعاهم لإقامة هذه الخيام في مناطق مجاورة من مستشفى شهداء الأقصى وفي مدينة دير البلح بشكل عام. أوضاع سيئة جدا يعيش هؤلاء الناس، منذ ساعات الصباح نجد اصطفاف الأعداد الكبيرة جدا من الناس أمام محطات أو أمام مخابز يعني صناعة الخبز من أجل الحصول على ربطة واحدة لسد جوع أطفالهم، عائلات كاملة أصبحت يعني تنام بدون طعام، عائلات كاملة أصبحت أمنياتها الحصول على الطعام والشراب في ظل اشتداد عمليات القصف الإسرائيلي وكذلك تعمد الاحتلال على استهداف قوافل المساعدات التي تصل لقطاع غزة واحتجاز عدد آخر منها داخل معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي. الأونروا من جانبها تقوم بتوزيع بعض المساعدات العينية على الأسر الفقيرة يومين بالأسبوع، وبالتالي هناك عائلات كبيرة جدا بحاجة لهذه المساعدات. أما على صعيد المساعدات التي تقدم من الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يقوم باستلام بعض المساعدات من خلال الهلال الأحمر المصري والإماراتي، يقوم في بعض الأحيان بتقديم الخيام للعائلات النازحة هنا في القطاع مع بعض الطرود الغذائية المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة وكذلك من دولة مصر والشقيقة كذلك، وتقوم بتوزيعها على الأسر الفقيرة الأسر النازحة هنا في قطاع غزة. أحوالهم صعبة في ظل أيضا تفشي الأمراض والأوبئة ما بين الناس بسبب سوء التغذية وكذلك نقص المياه وكذلك عدم تقديم الرعاية الصحية لهم بسبب أيضا نقص الأدوية اللازمة لمداواة هؤلاء المواطنين وكذلك المصابين الذين يعني تكثر أعدادهم داخل هذه المستشفى التي أصبحت هي الأمل الوحيد والأخير هنا وسط القطاع.